وللحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف السيد عبد الله بوتشيري، أخصائي أرصاد جوية أول بإدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات. أهلا بك سيد عبد الله في نشرة الأخبار، وما هي أسباب هذه التغيرات في حالة الطقس؟ أهلا وسهلا أختي، مساء الخير عليك وعلى المشاهدين الكرام، ومشكورين على الاستضافة. طبعا ما يخفى علينا أن احنا حاليا في فترة سرايات والمعروفة بالتقلبات الجوية والتغيرات المفاجئة في الطقس. فنلاحظ طبعا أن السحب الماطرة قامت تضعف، الشمس بدأت تظهر، نقدر نقول أن الحالة الجوية حاليا في نهايتها. فرصة المطر صارت ما تتعدى 10%، ولكوننا في فترة سرايات مثل ما ذكرت ما نستبعد أن نتأثر بأي تكونات محلية سريعة في أي وقت، لكن بشكل عام الفرصة ضعفت. نعم سيد عبد الله، وهل من تنبيهات تودون توجيهها فيما يتعلق بهذه الحالة الجوية؟ بالنسبة للتنبيهات طبعا بما أن الحالة في نهايتها، تنبيهاتنا في الوقت الحالي انتهت، نتوقع يكون عندنا فترة هدوء إن شاء الله لليومين القادمين، وفي مؤشرات بيكون لموجة ثانية بإذن الله يوم الاثنين والثلاثة، نرجو متابعتنا لمعرفة في حال كان في أي تحديثات. نعم السيد عبد الله بوتشيري، أخصائي أرصاد جوية أول بإدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات، شكرا جزيلا لك.